ها هم المجوس قد عادوا إلى قلب بيت لحم على بعد عدة مترات من كنيسة المهد من خلال العمل الفني الذي قام به الرسام الإيطالي فرانكو فينياتسيا، مقدماً إياه للمركز الجديد التابع للحراسة والذي يحمل اسم دار المجوس. كان حدس البداية والذي كان الشرارة الأولى التي من خلالها انطلقت لتحقيق هذا العمل الفني هي أن المجوس الذين قدموا من بعيد كانوا يتبعون اقتراحا مهما وسؤالا ويتبعون النجمة ليصلوا في نهاية الأمر إلى بيت لحم حاملين بأيديهم الهدايا إلى أن التقوا بأعظم هدية. يمكن أن نكون نحن المجوس الذين أتينا من بعيد لنلتقي بيسوع. اللوحة الأولى تجسد وصول المجوس إلى المغارة حيث قام باستقبالهم يوسف ومريم والطفل، لكن خلال عشاء الرسام مع مدير المشروع تغيرت معالم اللوحة، حيث إن بيت لحم هي المكان الوحيد في العالم الذي لا يتطلب تمثيل المغارة، لأن المغارة هي أصلا موجودة هنا في بيت لحم. ومن هنا بدأت الثورة الفنية، فقمت على الفور برسم تخطيطي على منديل المائدة خلال العشاء، ومن خلاله انطلقت لتنفيذ العمل. تم إسراء العمل الفني بالوجوه والشخصيات التي تحيط بالشخصيات الرئيسية، بعضها مستوحى من تقليد قديم والبعض الآخر أكثر حداثة، وفي ذلك رمزية تدل على التبادل بين الماضي والحاضر وبين مختلف عصور الحياة. إنها فرصة لتجسيد الأشياء التي تعرفها من خلال الرسم والتي تعرف أنها حقا قد حدثت والتي ما زالت تحدث اليوم في هذه اللحظة التي تعيشها والتي ما زالت هذه الحجارة شاهدة عليها. بالإضافة إلى ذلك، إن إمكانية اللقاء مع الحجارة الحية كانت فرصة لخلق هذا النوع من التفاعل والحوار لولادة هذا العمل الفني. لم يصل المجوس لمكان قاحل، لقد وصلوا لمكان قد استقبل الرب الذي استقبلهم، وبالتالي فهناك حقا تبادل للهدايا. الشخصية المفضلة دون أي شك هو المجوسي الذي في وسط اللوحة الأكبر سنا، وكأنها مذكرة سيرة ذاتية. كنت أفكر بحياتي وبهذه العطية التي ما زالت تمثل كل جيل. إن هذا اللقاء هو أيضا ممكن في أي عمر كان.